مسألة الموازنة أصبحت مسألة مزمنة مثل ما تفضلت حضرتك. بالنسبة لإقليم كردستان تعود السبب الرئيسي لهذا إلى إهمال وعدم تطبيق النصوص الدستورية والالتزامات المترتبة على عاتق المركز أو بغداد، التزامات فنية تقنية بسيطة ابتداء من الإحصاء، قانون الإحصاء الذي صدر رقم 40 منذ 2008. الآن هل توجد أي دولة في الكرة الأرضية، أستاذنا الفاضل أستاذ أنطوان، على دراية بأن أي دراسة يتم إجرائها يجب أن يكون أمامنا معلومات أو الداتا؟ لا توجد أي بلد ليس لديه معلومات عدد السكان الساكنين في هذا البلد، لا توجد أي دولة ليس لديها معلومات عن عدد المنتسبين إلى القطاع العام بشكل عام، الموظفين والعسكريين بشكل عام، لا توجد أي دولة لا تدري ولا تعرف أي واردات تدخل إلى هذا البلد من خلال المنافذ الحدودية.